السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا يا ريت تعمل لايك حالا ويسجل رقم، وكل اللي يعمل لايك يسجل رقم اللايك في كومنت، واللي بيتابعنا اول مره وعجبه المحتوى اشترك معانا بالقناه، وما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الخاصه بالقناه. بنبدا بتوجيه عزاء لاسره الراحل المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك الاسبق، وتعزيه لنجله المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الحالي في وفاه والده الذي توفى منذ قليل. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، اللهم امين يا رب العالمين، ولهم اهل وذوي الصبر والسلوان، امين يا رب العالمين. بالنسبه للاحتواء، الناس كلها حاسه بالاحتواء، احتواء نادي الزمالك مش بس في التحكيم في الاعلام، وده اللي علقت عليه ندى بسيوني الفنانه وبتقدم برنامج تقريبا على احدى القنوات، وهي معروف انتماء النادي الاهلي، قالت الاحتواء مش بس في التحكيم، ده حاضر كمان في الاعلام. الاهلي بكل ما فيه من استقرار اداري ومالي وفني، تتفرج على بعض القنوات تحس ان في حريق في النادي وعلى النقيض، انديه متخبطه اداريا وماليا وفنيا، تصورهم في الاعلام في منتهى الاستقرار. الاحتواء مش معانا ليه؟ انتم زعلانين في حاجه؟ احنا زعلناكم في حاجه؟ يعني الاحتواء احنا زعلناه في حاجه؟ زعلانين الاحتواء ده الفنان. طبعا الكابتن محمود الخطيب في ندوة بخصوص انتخابات في النادي الأهلي اتكلم عن مصير التبرعات العينية، مش بشكل مباشر باسم تركي آل الشيخ يعني، لكن أحد الناس سألوا عن التبرعات اللي تلقاها النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب بكل شفافية ووضوح، ما عندناش حاجة نخبيها، وعلى عينك يا تاجر. كابتن محمود الخطيب بدماثة خلقه وأدبه الجامة قال لك بنقدر ونحترم كل محبين النادي، وموضوع التبرعات المالية والهدايا العينية أخذ أكبر من حجمه يعني في وقته، والكل يعلم قرار مجلس الإدارة بشأن هذا الموضوع. خلال الفترة اللي أثير فيها هذا الموضوع النادي استقبل 5 جهات. هنا الكلام ده لكل الناس، واحد أهبل، كل واحد أهبل، هنا رجعت السهاد ولا لسه؟ انتوا لسه الراجل بتاعكم لسه في القضايا بتاعته ما انتهتش، ومليار ونص ومخالفات. انا معايا 5 جهات رقابيه قالوا لي انت زي الفل، ومعايا شهاده زي الفل، تمام التمام. تقول لي واحد رجعت الساعات، ساعات مين يا اهبل انت؟ طب ترجع فلوس فرجاني، رجع فلوس جروس. ده مرتضى قال لك خلي امك تدفع فلوس جروس، انت اهبل يا اهبل. المهم بقول لك ايه، نقدر ونحترم كل محبين النادي، وموضوع التبرعات الماليه والهدايا العينيه اخذ اكبر من حجمه في وقته، والكل يعلم قرار مجلس الإدارة بشأن. وخلال الفترة التي أثير خلال هذا الموضوع النادي استقبل 5 جهات رقابية من الدولة لمراجعة التبرعات والهدايا، لجنة من وزارة الشباب والرياضة، لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، ولجنة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ونيابة الأموال العامة. دول 5 جهات. الجهات الرقابية المذكورة راجعت كل مليم من التبرعات والهدايا العينية واللي كانت موجودة في خزينة النادي بالمستندات والأوراق الخاصة بها، وكذلك الإجراءات الإدارية. والحمد لله كافة الجهات الرقابية أجمعت على صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذها النادي ومجلس إدارته. يا رجع الساعات يا أخي، ده إحدى المخالفات إن مرتضى واخد تقريبا حوالي أكتر من 200 مليون 250 مليون جنيه من تركي آل الشيخ، ده موجود عندك يا اخي. احدى المخالفات فلوس اتحولت من تركي آل الشيخ على اسم الطبيب نادي الزمالك، ما عندكوش ايه يا عم؟ كابتن محمود الخطيب بيكمل بيرد على هذا الشيء، استلمنا شهاده من نيابه الاموال العامه بسلامه الاجراءات التي اتخذها النادي ومجلس ادارته في النادي الاهلي. في مجلس اداره النادي الاهلي لا نقوم بغلط ولا يوجد ما يضطرنا للوم، ما عندناش شيء ان خلينا نغلط، يعني او ليه يضطرنا اننا نغلط؟ وانت قلت لحضراتكم من فتره النادي الاهلي رجع فلوس صندوق تحيا مصر، وقال لك كابتن محمود الخطيب اعلن تواصلنا مع صندوق تحيا مصر واللي بيقوم بمشروعات قوميه في البلد والمواطنين، مشروعات قوميه للبلد والمواطنين، ووقعنا بروتوكول تعاون وقمنا بتسليم كل المبالغ الماليه
والهدايا العينية لصندوق تحيا مصر وفقا للمستندات والأوراق اللي أقرتها الجهات الرقابية، وتم إغلاق هذا الملف. محدش له جميل علينا، محدش ليه فضل علينا، شوفوا مين اللي ليه فضل عليكم. احنا خدنا براءة ذمة من صندوق تحيا، فلوسنا اللي خدناها ندفع، ادفع انت بقى لصندوق تحيا مصر لو عندك دم، بدل ما ترجع لا الفلوس الساعات اندفعت وكل حاجة، والساعة كل حاجة راحت صندوق تحيا مصر. ورينا انت شطارتك، لم فلوس بوطيب وجروس وفرجاني وكل هؤلاء اللعيبه، ورينا حبيبي. ده مرتق، ده تركي آل الشيخ قال لك ده نص لعيب نادي الزمالك انا اللي جايبها. ادفع يا حبيبي، فلوس راحت لمرتضى منصور 205 قال لك في انشاءات فين يا سيدي؟ يعني ابراهيم عيسى على مدى مش عايز يجيبها البر. ابراهيم عيسى استغل بعض الاخطاء اللي وقع فيها بعض جماهير النادي الاهلي الشباب الصغير واثناء العزف النشيد الوطني. هم وصلوا، هم لا اساءوا للدوله ولا اساءوا للنشيد، كل اللي عملوه بطريق الخطا بسبب الساوندز ما كانش واضح انهم طلعوا وكانوا بيغنوا للنادي الاهلي، لكن لم يهينوا شيء ولم يتجاوزوا في حق شيء. ابراهيم عيسى زيه زي الاعلام استغل هذه النقطة، وبدل ما يوجه لوم للجمهور بدأ يلقي باتهامات على هذه الجماهير كأنهم إخوان. ومجلس إدارة النادي الأهلي لازم واقفة لمجلس إدارة النادي كالعادة. إبراهيم عيسى زاد فيها لما لقى الناس بتدافع عنه، نقيب الإعلاميين الزملكاوي طارق سعدة اللي قال لك كلامه طبيعي، ولما اتهم النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي بالنازية على الرغم يقول لك كل الصفوة زملكاوية كله عنصرية كلامه ومحدش حاسبه، فزاد فيها وكلامه كله اخطاء ومغالطات واستشهاده بالتاريخ كله خاطئ، والناس يقول لك اصله مثقف وبتاع ومش عارف ايه. بيواصل هجومه بقى على جماهير النادي الاهلي بسبب مباراه النادي الاهلي والمحله. والنهارده رابطه الانديه وقعت عقوبه منتهى العقل من رابطه الانديه بايقاف هؤلاء الاشخاص اللي حضروا المباراه من الجماهير لمده مباريتين، لو الموضوع اتكرر هيتمنعوا لنهايه الموسم. ما قالوش نحرم النادي الاهلي من جمهوره، لان ال 300 او ال 400 مش هم الملايين بتوع جماهير النادي الاهلي، لكن ابراهيم عيسى بيتصيد الاخطاء وبيصف جماهير النادي الاهلي او كان هؤلاء ال 300 400 فرد وكانهم هم ملايين الجماهير النادي الاهلي. قال لك ابراهيم عيسى في البرنامج اللي بيقدمه قولا واحدا مفيش كلام، جمهور النادي الاهلي والتراس الاهلي مخترق من الاخوان. جمهور النادي الاهلي يعني انا اخوان؟ وانت ايه؟ وانت بتشجع نزل وانت ايه يا استاذ هلهطه؟ يا عم في اي واحد اخوان؟ اخوان انت عندك لوثه من الاخوان والسلفيين واي حد بيتكلم في الدين واي واحد ماسك مصحف؟ طبعا لم المفروض واحد كان يتحاسب. ازدراء الاديان فين انتوا؟ ده سمير مجرد هنينا ابو تريكه لح مطلع سمير صبري رافع قضيه على الكابتن محمود النادي الاهلي. طب الراجل اللي بيتكلم وبيهاجم واحد ماسك مصحف وبيقرا مصحف، ازاي يقرا في مصحف ما يقرا؟ انت مال اهلك يا راجل؟ همسه اقرا اللي انا اقراه. سايبين عادي ده يقول اللي يقوله يعني. قال لك الشويه اللي بيروح الماتشات دول معروفين هم مين ومين اللي وراهم ويعملوا ايه كويس، واللي حدث تعمد لاهانه السلام. مش تعمد يا ايها الراجل اللي دماغك عطلانه، تعمد ايه؟ الناس كلها شهدت ان الناس ما سمعتش. وصل هجوم وهاجم الجمهور وقال لك اللي حصل من جمهور النادي الاهلي ده ما حدش عمله قبل كده، لا جمهور زمالك يا سلام عليك يا كيوت، ولا جمهور اسماعيلي ولا اي جمهور تاني. وجه عيسى لهم على مجلس اداره النادي اللي تعبوا حرقوا قوي علشان هيتم شطب من خلال الجمعيه العموميه ان شاء الله بسبب الصمت على هذا الامر. اعمل ايه؟ الناس بيقولوا ما سمعوش، وفي عندي رابطه انديه بتدير القصه. شد على اداره الاهلي ما قدرتش حتى تطلع بيان، واعلام الاهلي خايف من اللجان اللي على النت. طلع بيان بايه يا راجل انت؟ انت ايه في ايه؟ انت هتعيش الدور؟ ناس ما سمعوش، لا لا طلع بيان واعمل قصه وحكايه. مين بيتكلم مع مرتضى منصور؟ بيطالب مرتضى منصور عدم تشويه حسين لبيب، وحسين لبيب قدم مجهودات كبيره لنادي وحبيده، كان عنده امل ان حسين لبيب يمسك رئاسه نادي الزمالك، لكن مرتضى منصور راجع وما دام حط رجله يبقى هو اللي هينجح في الانتخابات القادمه. واتكلم قال لك ان علاقه مرتضى منصور وامير كويسه ببن شرقي، وبن شرقي ممكن يتغاضى عن موضوع الشرط الجزائي، ولو نادي الزمالك وفر له مبلغ مالي كبير كمقدم للتعاقد ممكن يجدد لنادي الزمالك. بالنسبه لمرتضى منصور فتح تحقيق في مجامله اللاعبين بقطاع الناشئين، زي ما انتم عارفين حسين السيد وابنه كلام من هذا القبيل.
جاي اخلص عليكم يا اولاد الذين. كلام كتير بخصوص جونيور اجاليه انه يجهز لشكوى النادي الاهلي في الفيفا مع نهايه الشهر الجاري في انتظار انه ياخد مستحقاته، والنادي الاهلي لسه بيتواصل معاه لحل. قال لك لو ما خدش مستحقاته حتى نهايه الشهر فبالتالي هتقدم بشكوى للفيفا. نتمنى ان الموضوع يكون لي حل. اسماء كتير كتيره ليه ان يا ست الهام هانم، هو النهارده ايه؟ يعني اخبار كتير بتربط رحيل وفسخ عقد اللاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر لاعب المغربي، وقال لك النادي الاهلي وانتقل النادي الاهلي. الكلام ده غير صحيح بالمره، يعني سبب الاستغناء عنه في نادي النصر قال لك من خلال الواتساب الفاظ خارجه للمدير التنفيذي لنادي النصر، لكن عن قصه اقترابه من النادي الاهلي بعيد تماما عن النادي الاهلي. حسام عاشور بيرفض التعليق على كلام الكابتن محمود الخطيب اللي قاله مع احمد شوبير بالامس ان اي حد خرج من النادي الاهلي بطريقه غير لائقه او اي حد اخطا في حق النادي الاهلي لن يقبل بعودته اثناء وجوده في رئاسه النادي الاهلي. فحسام عاشور قال لك انا يعني بادره طيبه، ما فيش حد، في ناس كانوا على بعض المواقع عايزين يستدرجوه في الكلام لانه رفض، يعني ده شيء جيد. يعني أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي بيحصل على جائزة رابطة الأندية كأفضل لاعب في الجولة الخامسة بعد اللي أداه في مباراة غزل المحلة، ويستحق النادي الأهلي بخمس جولات. بيتم اختيار لاعبيه أربع لاعبين من خمس جولات باستثناء اللاعب أحمد رفعت في الجولة الماضية. بالنسبة لمرتضى منصور وعقاب ل قناة نادي الزمالك، مرتضى منصور عبر عن غضبه من قناة نادي الزمالك بعدم ذكر أي شيء يخص عودته بالأمس. مرتضى زي ما قلت حضراتكم خالد غندور ظهر حتى وتجاهل الأمر، وحتى كمان في تحدي صارخ لمرتضى منصور خالد غندور بيستضيف وليد صلاح عبد اللطيف على قناة نادي الزمالك، وليد صلاح عبد اللطيف اللي في الفترة الأخيرة كان بينتقد مرتضى منصور وقال لك ان انا عدلت من افكاري وما كنت بسمع كلام حد وكان بيوجهني واقول وانا اخطات في حق سيد عبد العزيز وغيره يعني. فالنهارده ولي صلاح عبد اللطيف فنوع من انواع العقاب مرتضى منصور قال لهم انتوا بتتجاهلونا، طب ما فيش قناه زمالك في نادي الزمالك، ما فيش كاميرات لقناه نادي الزمالك هتخش نادي الزمالك. ده اللي خلى القناه النهارده بدات تبث بعض اللقطات من المؤتمر الصحفي اللي عمله مرتضى منصور النهارده. الاتحاد الافريقي للكره القدم قام باختيار لجنه المنظمه لبطوله كاس امم افريقيا بالكاميرون، المقرر ان تنطلق في 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير. وارسل الاتحاد الافريقي في خطابه اللجنه المنظمه يوم 17 نوفمبر الجاري عشان تاكد على جاهزيه البنيه التحتيه لاستضافه كاس امم افريقيا، وطلب وفي كلام كتير بخصوص سحب التنظيم من الكاميرون لان الامور مش جاهزه حتى الان، او على اقصى تقدير ممكن يتم تاجيل البطوله اللي تقام في شهر 6 من العام المقبل. يعني ده بالنسبة لنادي الزمالك. الحكم الصادر من لجنة التسوية التحكيم الرياضي الخاص بنادي الزمالك وأحمد الشناوي حكم لصالح أحمد الشناوي زي ما أنتم عارفين، وبيراميدز الزمالك تقدم باستئناف من قبل على الحكم ضد أحمد الشناوي كان بيطالبه بمبلغ أكبر. الزمالك بسبب تعاقده وحصوله على مبالغ مقدم تعاقد قبل انتقاله إلى نادي الأسيوطي أو بيراميدز. يعني قررت لجنة التسوية والتحكيم بحقية أحمد الشناوي عدم دفع أي مبالغ مالية لنادي الزمالك، كما أن الزمالك يسند له مصاريف وأتعاب الزمالك اللي يدفع كمان. يعني ده بالنسبة لنادي الزمالك. يعني هنشوف هل مرتضى هل فيها كلام؟ أعتقد ما فيش فيها كلام، قصة منتهية يعني. بالنسبة للنادي الأهلي ميدو طبعا أشاد بالعقوبة على جماهير النادي الأهلي من قبل رابطة، نتمنى رابطة الأندية توقع العقوبات على الجميع، بس يعني هي لحد الان ماشيه الى بشكل جيد يعني باستثناء بعض الامور والكوسة اللي بتحصل زي اختيار احمد رفعت الجوله اللي فاتت، لكن هم بالنسبه للعقوبات لحد ما في كلام وفي توازن، لان هم رجعوا لشريط المباراه وعقوبه على ال 300 او 400 فرد من جماهير النادي الاهلي اللي تعبين ابراهيم عيسى قوي. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.